نناقش هذا الملف الآن عن واقع ممارسة القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية في فلسطين في ضوء المعايير الدولية، حيث عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة جلسة نقاش حول مسودة تقرير بعنوان واقع ممارسة القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية في فلسطين في ضوء المعايير الدولية. هذا التقرير يهدف إلى تقديم توصيات عملية لصناع القرار لتعزيز إدارة وحوكمة موضوع المسؤولية الاجتماعية بشكل عام ونحو مساهمة القطاع الخاص في الجهود الوطنية لمكافحة الفساد بشكل خاص. نناقش هذا الملف مع ضيفي عبر الخط الهاتفي المدير التنفيذي لائتلاف أمان الأستاذ عصام الحج حسين. أستاذ عصام صباح الخير وأهلا بك معنا. يسعد صباحك صباح جميع المستمعين. تحياتي لإلك، ابقى معنا على الهاتف إذا سمحت ودعنا نستمع ونشاهد هذا التقرير الذي أعده طاقم وطن حول الموضوع ونعود لبدء الحوار. في ظل عدم التوافق على تعريف واضح ومحدد للمسؤولية الاجتماعية للشركات الفلسطينية وضبابية رؤية المؤسسة الرسمية لدورها في تحديد وتطبيق هذا الجانب، عقد ائتلاف أمان ورشة عمل حول تقرير واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات الفلسطينية وسبل توجيهها نحو دعم التنمية الاجتماعية. احنا عندنا مبادرات للمسؤولية الاجتماعية بيقوم فيها القطاع الخاص، بس هي بحاجة أكثر إنه نوضح مفهوم المسؤولية الاجتماعية ويكون في توجيه حكومي للمسؤولية الاجتماعية، بمعنى إنه في خطة واضحة كيف الشركات تتوجه وتنفق في مجال المسؤولية الاجتماعية، بحيث نتوجه أكثر من شكل التبرعات والشكل الإغاثي لمشاريع أكثر تنموية تخدم الهدف العام للمجتمع الفلسطيني اللي احنا الحكومة والشركاء المختلفين محددين إنهم هم ناويين يوصلوا له في وقت معين أو في السنين القادمة. داخل القطاع الخاص والحكومي لا يزال هناك فروقات في تعريف المصطلح، الأمر الذي يجعل حوكمة المسؤولية المجتمعية أمرا ضروريا من أجل تحقيق تنمية مستدامة طويلة الأمد تخدم الكل الفلسطيني. هدفنا من هذا التقرير تسليط الضوء على أهمية المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتسليط الضوء على أهمية وجود خطة أو استراتيجية واضحة بتم على أساسها تقديم هذه المساعدات من القطاع الخاص بهدف إنه تحقيق تنمية مستدامة طويلة الأمد، مش تكون أنشطة مختلفة تنتهي بانتهاء النشاط. عشان هيك حبينا نسلط الضوء على هذا الموضوع ونشوف شو الآليات اللازمة لحوكمة المسؤولية الاجتماعية حتى يكون في هناك استفادة للمجتمع الفلسطيني من الدور المنوط بالقطاع الخاص لخدمة المجتمع الفلسطيني. جهود الشركات ورجال الأعمال برغم أهميتها إلا أنها ستبقى ضعيفة الأثر ما دامت لا تأخذ شكلا تنظيميا ومؤسسيا لها يحظى بخطة وأهداف محددة تنطلق من مبدأ تجمع عليه كافة الملل والشرائع والأنظمة والقوانين لدورها في صلاح الأفراد والمجتمع على حد سواء. طيب أهلا بكم من جديد، ومن جديد أرحب فيك أستاذ عصام. خلينا نحكي شو اللي دعاكم في أمان لإعداد هذا التقرير، وهل أصلا يوجد اتفاق دولي على مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات؟ نعم، يعني خلال الريبورتاج اللي تم عرضه يعني كان هدف التقرير بشكل عام من ناحية فحص واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع الخاص الفلسطيني بأبعاد الاجتماعية والمالية والحقوقية. ولكن أنا حاب إني أضيف كمان جزئية على هذا الهدف واللي هو بشكل خاص ما يتعلق بسؤال ما هي مساهمة القطاع الخاص نفسه من خلال المسؤولية الاجتماعية في جهود مكافحة الفساد. احنا نحكي انه الفساد بتاثر في الجميع، بما في القطاع الخاص ايضا يمكن ان يتاثر به يعني من اي ممارسه فساد، وبالتالي صار واجب كمان على القطاع الخاص ان يكون في له مساهمه في جهود مكافحه الفساد وتعزيز النزاهه والشفافيه من خلال يعني كمان جزئيه مهمه اللي هي المسؤوليه الاجتماعيه. هذا يعني يضاف الى هدف التقرير. ايضا يعني أمام خلال يعني توجهات هذه الاستراتيجيات الحالية والقادمة أيضا بدأت بعملية الربط ما بين موضوع مكافحة الفساد وأثره على حقوق الفقراء والجهات المهمشة وبشكل خاص النساء.
وأيضا تطرق هذا التقرير أيضا إلى مدى مساهمة القطاع الخاص من خلال المسؤولية الاجتماعية في دعم النساء وتمكينهن والفئات المهمشة، وأيضا من تقليل فرص الفساد المتأثرة والمتأثرات. نعم. طيب إذا بدنا نحكي بالسياق الفلسطيني، كيف ممكن يعني هذا المفهوم أو ماذا بخصوص هذا المفهوم ضمن السياق الفلسطيني؟ نعم، يعني التقرير بمجمله كان واضح من ناحية الاستنتاج أنه لا يوجد هناك مفهوم واضح لدى الشركات أو القطاع الخاص في فلسطين. هذا المفهوم مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واللي حسب يعني باختصار شديد جدا ويعني وبلغة بسيطة جدا عالميا، بيهدف إلى أن يكون هناك توازن ما بين الربح وما بين المساهمة في التنمية من قبل القطاع الخاص. ولكن الذي يعني استنتجه التقرير بأن هناك خلط وتداخل ما بين هذا المفهوم ومفاهيم أخرى تتعلق بالعلاقات العامة اللي بتقوم فيها الشركات. يعني على سبيل المثال، غالبية المساهمات أو جزء كبير من المساهمات من القطاع الخاص تأتي على شكل تبرعات إغاثية أو معونات، جزء منها الهدف هو تحسين صورة الشركة أو دعاية للشركة أكثر من أنه هو نابع من الإيمان بدور القطاع الخاص بأنه له يعني دور مساهم مهم لازم تكون في تنمية المجتمعية. هذا الخلط ما بين الهدف الحقيقي من المسؤولية الاجتماعية، ما بين أنه أقوم أنا بالتبرعات أو بتقديم معونات لأهداف تتعلق بعلاقات عامة وتحسين صورتي أمام الناس، أو خلينا نحكي دعاية لمنتجي ولدوري، يعني هذا أدى إلى خلل كبير في الاستفادة من الأموال والمساعدات المقدمة من القطاع الخاص. طب شو المعايير اللي اعتمدتوا عليها عند اختيار الشركات اللي من خلالها قمتوا بفحص ممارسة القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية؟ يعني احنا اخترنا عينه على يعني بالاساس تعتمد على القطاعيه، يعني من ناحيه مثلا شركات من ناحيه الخدمات اللي بتقدمها، ان كان التعليم ان كان الصحيه ان كان الى يعني هي مجموعه من الشركات بالاضافه الى شركه عائليه. ووجدنا يعني خلل كبير جدا فيما يتعلق باداره المسؤوليه الاجتماعيه في هذه الشركات. على سبيل المثال، أن غالبية المساعدات تأتي نتيجة الطلب، يعني إذا كان في هناك مجموعة أو من الأفراد طلبت مساعدة، طلبت منحة على سبيل المثال، يكون هناك في تجاوز. إذا كان في هناك على سبيل المثال يعني كوارث مثل جائحة كورونا، أو إذا كان في هناك حرب على قطاع غزة، يكون هناك يعني نسميها الفزعة في تقديم المساعدات. وبالتالي هي ليست مؤسسة يعني ضمن الاستراتيجيات الشركة. يعني لو نيجي على أي شركة، ما بنلاقي عندهم وثيقة بتقول أنا كيف بدي أتعامل مع المسؤولية الاجتماعية. جزء ثاني مهم أشار إلى التقرير، كل شركة عندها مساهمة بالمسؤولية الاجتماعية حددت ونشرت للناس أنا الشركة الفلانية معنية فيما يتعلق بمساهمتي من خلال المسؤولية الاجتماعية بقطاع التعليم. يصير في هيك أول شيء تعاون أكبر ما بين الشركة والمؤسسات الحكومية زي وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي في توجيه هاي الأموال لمستحقيها بشكل مباشر في التعليم، يكون العنوان واضح. أو مثلا ممكن شركات أخرى تحكي إنه أنا توجهي لذوي الإعاقة، وبالتالي ممكن يكون في هناك تعاون أكبر مثلا مع التنمية الاجتماعية أو مع الاتحادات المتعلقة بالمعاقين. طيب. هذا يعني في النهاية بيؤدي إلى أن يكون هناك توجيه أفضل للأموال والمساعدات القادمة من القطاع الخاص. مع أنه أظهر المسح اللي أجريتوه أنه 57.7% من الشركات في فلسطين لديها معرفة كافية بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، هل هذا له دلالة معينة؟ نعم، يعني كما ذكرت التداخل ما بين مفهوم المسؤولية الاجتماعية وما بين أمور أخرى تقوم بها الشركة من علاقات عامة وتسويق وإلى آخره، هذا التداخل يدلل على أن هناك في سوء فهم لموضوع المسؤولية الاجتماعية كان واضح جدا. أيضا
على سبيل المثال أنا أعطي أمثلة يعني عملية. أظهر التقرير مثلا من ناحية الشركات توظيفها للمعاقين إن كان للذكور أو للإناث نسبة متدنية جدا لا تزيد عن 20% فقط ترغب في توظيف النساء أو الذكور المعاقين. هذا كان بشكل واضح فيما يتعلق بالمفهوم. حتى الآن كما ذكرت هي فجعات أكثر منها تخضع لقرارات الإدارة التنفيذية الوقتية الآنية هي تقديم مساعدات في فترات غير مستدامة الأثر، يعني غير مستمرة، فقط تنتهي بنهاية مشروع. يعني خدمتك مثلا ممكن يكون في رعاية لفريق وطني كرة قدم مثلا أو كرة سلة أو إلى آخره، أو رعاية لمشروع معين، أي إنه هاي الرعاية أو هاي المساعدة أو هاي المسألة الاجتماعية تبدأ وتنتهي مع نهاية المشروع. غير مستدامة الأثر وغير ممأسسة في عمل ومنهجية الشركة. طيب يعني خلينا نحكي وجدت عدة محاولات لإنشاء هذه الصناديق للمسؤولية الاجتماعية لكن لم يكتب لها النجاح يعني أو الاستمرارية. لماذا برأيك أستاذ عصام؟ يعني في خلينا نحكي مثلا عن صندوق وقفة عز اللي أنشأتهم الحكومة لمواجهة أثر جائحة كورونا، وفي غيرها كمان من الصناديق، شو رأيك في الموضوع؟ يعني هو مثال يعني عملي واقعي يتعلق بعلاقة المسؤولية الاجتماعية بهذا المثال وقفة عز. وفيه العديد من المفارقات. أولا إنه يعني خلينا نحكي بشكل عام، الشركات لا يعني لا ترغب بالتوجه نحو الصناديق. الصناديق يعني إيش؟ يعني إنه كل شركة تقريبا بتتعهد بنسبة معينة من أرباحها إنها تحطها بهذا الصناديق. وبالتالي فكرتها من موضوع أن يكون في جزء من أهدافها متعلق بالعلاقات العامة وتحسين الصورة مش رح يضبط مع الصناديق، لأنه بتكون الشركة مش معروفة يعني قديش مساهمتها أو وين راح. خلاص الشركة الفلانية X ساهمت في الصندوق، الشركة الفلانية Y ساهمت في الصندوق، ولكن من ناحية الماركتينج وفتح علاقات عامة وتسويق مش رح يضبط مع الشركة، لأنه الهدف هو هدف علاقات عامة أكثر منه مسؤولية اجتماعية. أيضا المفارقة الثانية إنه إذا طلعنا على الشركات اللي تبرعت من ناحية الشركات اللي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار والإعفاءات الضريبية، هي كانت الأقل تبرعا. يعني اللي كانوا مستفيدين من صحيح. الشعب الفلسطيني من التشريعات اللي شجعتهم وقدمت لهم إعفاءات تتعلق بالإنشاء والتسويق والآخرين، كانت إعفاءات ضريبية أو غيره، هي الأقل تبرعا. بينما الشركات الأخرى التي لم تستفد من قانون تجاوز الاستثمار هي اللي كانت يعني متبرعة أكثر. وهذا بيظهر من خلال الأرقام اللي تم نشر أسماء الشركات اللي تبرعت بكل سهولة ممكن نطلع عليها. كمان الصندوق كان متواضع، حكى إنه أنا بدي أجمع 100 مليون شيكل، ولكن اللي تم جمعه في نهاية الحالة كان لا يتجاوز تقريبا 62 مليون. مثلا يعني قمتم بتقييم عملي لسياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال هذا الصندوق، صندوق وقفة عز اللي أنشأته الحكومة لمواجهة أثر جائحة كورونا، وزي ما حضرتك ذكرت يعني بخصوص هذا الموضوع، هل بتشوفوا بعد هذا الأمر في ضرورة لوجود نص قانوني أو تشريع يلزم الشركات بالاتفاق في مجال المسؤولية الاجتماعية؟ هل نحن بحاجة لنص قانوني بخصوص هذا الأمر؟ نعم، يعني خلينا نحكي إنه القطاع الخاص الفلسطيني مر بعدة مراحل ونتيجة طبعاً الظروف السياسية والاقتصادية الموجودة في فلسطين. في مرحلة مبكرة عند بدء الحديث عن هذا الموضوع كان في هناك توجه إنه انضم الموضوع المسؤولية الاجتماعية والتزامات الشركات نحو المسؤولية الاجتماعية من خلال قواعد الحوكمة أو مدونات السلوك، ولم يتم خلينا نحكي إدراجها بأي نص قانوني أو بأي تشريع قانوني منذ ذلك الوقت، لأنه كانت الظروف مواتية إنه نفرض على الشركات إنه لازم يكون في عندها نسبة معينة من المساهمة الاجتماعية، بينما النص كان إنه لازم تنشر
انها يعني المدى يعني قديش القيمه او النسبه اللي التزمت فيها. وبالتالي من الناحيه القانونيه ايضا هناك خلينا نحكي خلل، لانه حتى الان يعني بعد هذا الوقت من عمر السلطه الوطنيه الفلسطينيه لم يتم تطوير القانون اللي يشمل المسؤوليه الاجتماعيه بشكل واضح وصريح. النقطه الاخرى وهي يمكن تكون الاهم، انه هذا التنظيم لموضوع المسؤوليه الاجتماعيه من القطاع الخاص يحتاج الى كمان دور من الحكومه نفسها. لا يوجد حتى اليوم وثيقه بتحكي لنا انه الحكومه كيف تنظر الى موضوع المسؤوليه الاجتماعيه وكيف تديره. على سبيل المثال يعني لو نحكي مثلا انه في معلومات عند صار من خلال التقارير اللي تقدمها الشركات، انه على سبيل المثال في عندنا 100 مليون شيكل مثلا هذه تيجي من الشركات القطاع الخاص كمسؤوليه اجتماعيه. المفروض ان يكون في وثيقه حكوميه للتعامل مع هذه الاموال، وكيف اليه، وكما ذكرت عندما يكون هناك استراتيجيه واضحه عند الوزاره الفلانيه او المؤسسه العامه الفلانيه، وكل المؤسسات تتعاون فيما بينها توضح شو احتياجاتها، تكون النتيجه افضل بكثير مما هو يعني خلينا نحكيها هي التبعات الدارجه اليوم في التعاون مع التعامل مع المسؤوليه الاجتماعيه. طيب برأيك أستاذ عصام، هل لاحظتم أنه توجد حالة من الالتزام لدى الشركات في الإفصاح عن سياسات وأنشطة المسؤولية الاجتماعية لديها، بيفصحوا عنها بأريحية ولا في تكتم؟ يعني شوف خلينا نفرق شوي، يعني في هناك نعم يعني من ناحية القانون يلزم بالتقارير أنه لازم تفصح عن نسبة المساهمة الاجتماعية، ولكن الخلل اللي موجود في المفهوم لدى الشركات، وكما ذكرت انه هل هي رايحه من خلال تبرعات او معونات، وهدف احد اهدافها هو العلاقات العامه ونشر صوره الشركه، ولا اكثر باتجاه المساهمه الحقيقيه والهدف والنيه الصادقه فيما يتعلق بالتنميه المجتمعيه المستدامه. وبالتالي ما دام هون ما زال لسه المفهوم غير واضح لدى الشركات او غير مطبق بحذافيره لدى الشركات، تصبح حتى عمليه النشر يعني مش كثير ذو جدوى للمواطن، لانه بصير مش مميز. يعني خلينا نحكي مثلا الشركه اعطت 5% مساهمه اجتماعيه، طب 5% هذول راحوا اكثر باتجاه يعني دعايه لها علاقه باهداف علاقات عامه، ولا راحت باتجاه خلينا نحكي مساعدات للتعليم من هالجامعات والى اخره. وبالتالي عمليه الافصاح نفسها فيها مشكله عند المواطن من ناحيه انه تمييزه لطبيعه هذه المساهمه، وكمان مشكله عند الشركه انها توضح اكثر، لانه بيكون كمان كشف انه هي يعني باتجاه رحت باتجاه زي ما حكيت علاقات عامه او يعني ممكن ايجابي نحو التنميه المستدامه. مره اخرى، اين يتركز الانفاق في المسؤوليه الاجتماعيه لدى الشركات؟ هل بيروح فعليا الاماكن اللي يفترض ان يذهب من خلالها؟ وليش في محدوديه في دعم مثلا امور مثل مجال مكافحه الفساد والنزاهه والشفافيه؟ نعم، يعني اولا يعني هناك يعني في خلينا نحكي دعم والتزام من العديد من الشركات نحو قطاعات حيويه مهمه مثل التعليم على سبيل المثال من ناحيه الجامعيه والاخيره، او نحو ذوي الاعاقه كان واضح. ولكن الالتزام الاكبر هو بروح باتجاه معونات فرديه تاتي نتيجه الطلب. انا بحاجه لمساعده، انا بحاجه لمنحه، انا بتوجه وتقدم بطلب والاخره الى المساعده، وليس ممنهج ضمن استراتيجيه الشركه. نروح على الشركه اعطيني استراتيجيتك كيف تتعامل مع المساهمه الاجتماعيه، هذا ما كان موجود او واضح في العينه اللي احنا درسناها، كان واضح جدا هذا الخلل. حتى الان انه زي ما بنحكي انه استدامه الاثر غير موجوده. وكما ذكرت في البدايه، انا لما اكون عارف مين هي الشركات واضح لإلي ان هاي الشركه معنيه بقطاع التعليم، هاي الشركه معنيه بقطاع ذوي الاعاقه، هاي الشركه معنيه بتمكين النساء، هاي الشركه معنيه بالاطفال، بكون اسهل عمليه اداره المساعدات بدل ما تكون يعني فرديه مبعثره في اغلب الاحيان.
طيب بالنهاية أستاذ عصام، شو توصياتكم في أمان؟ نعم، يعني إحنا يعني كانت التوصية الرئيسية الأولى إنه على الجهات الحكومية بشكل خاص وزارة الاقتصاد والتنمية الاجتماعية هيئة سوق رأس المال لازم يكون في إلها يعني تأخذ دورها ترسم خريطة للقطاعات اللي بحاجة للدعم. يعني إحنا كما حكيت الحكومة نفسها تحدد إنه أنا شو محتاج من المساعدة الاجتماعية، يكون في عندي خارطة، عندي مشكلة في موضوع التعليم، عندي مشكلة في موضوع الصحة، عندي مشكلة في الإغاثية إلى آخره، تكون في هناك واضحة، وبالتالي هاي الخارطة من خلالها أنا بوجه القطاع الخاص للأهداف الحقيقية أو الاستفادة الفعلية من هاي المساهمات، المساهمات من خلال المسؤولية الاجتماعية. هذا واحد. اثنين، كمان الشركات داخلية لازم يكون فيها استراتيجية واضحة للتعامل مع المسؤولية الاجتماعية، وأمان يشجع كمان الشركات إنه تنظر لأمور أخرى مثل الحفاظ على البيئة، حقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة، موضوع التوظيف، توظيف النساء المعاقات أو توظيف الذكور المعاقين، ومساعدة الفئات المهمشة، هذا كمان جزء مهم. أيضا ما بدأنا به اللقاء اللي هو عدم وضوح مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص، أيضا يحتاج إلى تطوير برامج رفع وعي لدى الشركات القطاع الخاص مفهوم المسؤولية الاجتماعية. وكمان فيما يتعلق بالقطاع الخاص أكثر، وجدنا أيضا إنه ما يتعلق بالمبادرات، يعني هناك في مجموعات نسائية تطمح وتبحث دائما عن مساعدات لتطوير مشاريع تمكين للنساء. للأسف شديد ممكن إنه يكونوا يعني إذا ما كان هذا المكان موجود وواضح لدى الشركات المساهمة العامة يلجأوا للقروض ولا البنوك، وبالتالي يعني بتكون الاستفادة أقل بكثير إذا ما كان في هناك توجه من القطاع الخاص لدعم هذه المبادرات. طبعا التقرير حوى العديد كثير كمان من التقارير من التوصيات، ولكن احنا كمان كأمان وبشكل خاص بنأكد على انه على اهميه انه يكون هناك مساهمه واضحه من قبل القطاع الخاص في جهود مكافحه الفساد، وهذا يمكن بتطلب منا احنا مكافحه الفساد وهيئة سوق رأس المال انه نوحد الجهود اكثر في 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 هذا الاتجاه. يعطيكم العافية على طرحكم هاي القضايا المهمة عصام، وشكرا لجهودكم، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم عصام الحاج حسين المدير التنفيذي لائتلاف أمان، تحياتي لك، يسعد صباحك.